أيضا توصي هيئة الصحة العامة وقاية بأهمية الالتزام بكافة البروتوكولات الوقائية الخاصة بالأنشطة والمنشورة على موقع الهيئة، كذلك المسارعة إلى استكمال جرعات اللقاح وأخذ الجرعة التنشيطية، أيضا المسارعة إلى عمل مسحة في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة، كذلك تجنب السفر خارج المملكة لغير ضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر وفق لتقييم المخاطر المنشور أيضا على موقع الوقاية. بذلك انتهي.